مرحبا أصدقائي، اليوم راح أبدأ بمجموعة جديدة من سلسلة كوردات المتعاقبة على مفتاح F minor melodic chords. وقبل كل شيء أرجو منكم الاشتراك في القناة وعمل اللايك وقرع الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد إن شاء الله. وراح نبدأ بكورد المفتاح وهو F minor. والكورد الثاني جي ماينر، أو هنا جي ماينر، والأكورد الثالث A فلات أجمنت أو A بيمول أجمنت، والكورد الثالث بي فلات أو بهذا الشكل الكامل بي فلات بي فلات، والكورد الخامس سي ميجر سي ميجر، والكورد التالي يكون دي ديمينيش دي ديمينيش، والكورد الأخير يكون اي ديمينيش اي ديمينيش. هذا كل ما كان لدينا اليوم، وإن شاء الله إلى حلقة أخرى. في أمان الله.